دكتورة نعيمة حسن القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية ورئيسة البعثة. أنا أؤمن بأن الفن بجميع أنواع الفن والثقافة لهم تأثير كبير على شخصياتنا وعلى سلوكياتنا، وممكن من خلال الفن والثقافة نغير سلوكيات الآخرين. كمنظمة الصحة العالمية ندعو إلى بلوغ إلى أسمى وأعلى من السعادة والصحة. الصحة تأتي كذلك من فكرنا وعقلنا، كيف نحن نمارس سلوكياتنا اليومية. من خلال الفن ممكن أن نوصل إلى الآخرين المعلومات الصحيحة. لماذا انجذبت للفعالية بالنسبة لتمكين المرأة من خلال الفن؟ لأن في عملي طبعاً من طفولتي أشتغل بعدة تنوع، ممكن كان يكون مسرح وأنا كنت طفلة، ليست مسرحية ولا كاتبة سيناريوست ولا مخرجة، ولكن كنا كأطفال نعمل مسرحيات يومية، ودائماً قصص مسرحياتنا كانت عن محافظة على الصحة. فأنا أربط هذا التمكين إن القصص الحلوة اللي كنا ننشرها بين أطفال الجيرة وبالمدرسة غيرت سلوكياتنا وجذرت فينا الممارسات الصحيحة للصحة.